شنت قوات النظام السوري هجمات على موقع مراقبة تركي شمال غربي سوريا. لم تسفر هذه الهجمات إذن عن أي إصابات حسب ما أعلن مسؤولان تركيان. وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدفت قوات النظام الجوية رتلا عسكريا تركيا أثناء اتجاهه إلى موقع مراقبة آخر، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، والذي اعتبره النظام السوري عمل عدواني داخل أراضيه يساعد المقاتلين في التصدي لتقدم قواته، علما أن تركيا أقامت 12 موقع مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران.